قبل القمة دي انعقدت قمة تانية خليجية أمريكية في الرياض النهاردة صباحا، وحضرها قادة مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وقعوا مذكرة تفاهم علشان يراقبوا مصادر تمويل الإرهاب، وده من خلال إنشاء مركز لمكافحة تمويل الجماعات الإرهابية. ثلاث قمم على شرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول زيارة خارجية له بعد تولي مهام الإدارة الأمريكية توجه خلالها إلى المملكة العربية السعودية. الأولى أمريكية سعودية، وقع خلالها الطرفان على اتفاقيات بأكثر من 460 مليار دولار في مختلف المجالات، أهمها التعاون العسكري واستثمارات في البترول والطاقة. وجاءت القمة الثانية المنعقدة بالرياض على مستوى دونالد ترامب بقادة مجلس التعاون الخليجي، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز لمكافحة تمويل الإرهاب في العالم في إطار تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الجماعات المتطرفة. ثم تأتي القمة الخاتمة وهي القمة العربية الإسلامية الأمريكية، يلقي خلالها ترامب خطابه بدعوة الدول العربية والإسلامية لمبادرة السلام ومكافحة الإرهاب. زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى السعودية ولقاؤه بقادة دول العالم العربي والإسلامي جاءت لتنهي حالة من فتور العلاقات بين الولايات المتحدة والدول العربية، كما تطرح آفاقا جديدة في التعاون الدولي خاصة في إطار مكافحة الإرهاب. لكن هناك تساؤلا مهما قبل زيارة ترامب إلى إسرائيل حول مستقبل القضية الفلسطينية وسبل حل الدولتين، فضلا عن إمكانية إنهاء الأزمات داخل دول المنطقة مثل سوريا وليبيا واليمن.